الفلسطينيات دائما ما كنا رمزا للصمود والمقاومة، يبعثن في نفوس أبنائهن حب الوطن والدفاع عن قضيتهم والتمسك بأرضهم القابعة تحت الاحتلال منذ 75 عاما. كفاح نساء فلسطين يزداد قوة مع كل حرب يشنها جيش الاحتلال ضدهم، ولعل الحرب الدائرة في غزة الآن خير شاهد على نضالهن. فمع كل شهيد يسقط بنيران المحتل، سيدة غزاوية تودع فقيدها بكل جلد وصبر، والصور كثيرة. وفي مشهد النزوح كانت تسير بكل شجاعة تحت نيران القصف، تحمل أبناءها، تحاول حمايتهم والوصول بهم إلى بر أمان بعد أن أجبر الاحتلال السيدات على الرحيل، تاركات منازلهن وأزواجهن من خلفهن، فباتت هي الأم والأب في آن واحد. ابني عمره 10 سنين مهند، واخذوا ابن سلفي كمان عمره 10 سنين طفل. ايش ذنبهم هذول الاطفال؟ ما احنا ما شفنا الا ملابسهم كلها في الارض، شلحوها، ما بنعرف مصيرهم وين راحوا، بس مجرد سمعنا اطلاق نار فوق رؤوسهم اخذوهم. اقعد اسكت ولا حطلع صوت، ايديكم لورا كلكم على الارض، سمعنا اطلاق نار. يعني احنا ما بنعرف اذا هم ميتين اذا هم عايشين، احنا ما بنعرف مصيرهم. رغم هذه الجسارة التي تتمتع بها المرأة الفلسطينية، لكنها تشعر بالتأكيد بالحنين إلى الماضي والخوف على المستقبل والقلق بشأن من تركتهم وسط الحرب، لا سيما وأنهن يعلمن جيداً دناءة الاحتلال وجرائمه الشنيعة. خلونا نطلع على الجنوب، ما نوقفش، ما رجيش خلونا نقف نستناهم، قالونا انت اطلع على الجنوب من هنا وخلاص، سيبونا وضحكوا علينا، قالونا الطريق مأمنة وهم طول الطريق بتخطفوا علينا. وعجوبا جينا ما نعرفش شو عنهم. مأساة متكررة تعيشها المرأة الفلسطينية، لكنها دوما تتغلب عليها وتقف في وجه العدوان الإسرائيلي صامدة، ولسان حالها صامدون وباقون ما بقيت شجرة الزيتون، وأن الاحتلال حتما إلى زوال لا محالة.